الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر تترقب النشاط الدبلوماسي المكثف للرئيس الصيني شي جين بين خلال الأيام المقبلة، حيث سيزور كل من الإمارات والسنغال ورواندا وجنوب أفريقيا من 19 إلى 24 من الشهر الجاري، زيارات يرى خبراء أنها ستعزز العلاقات ما بين الصين وهذه الدول، كما أنها ستدفع في الوقت ذاته نحو بناء مبادرة الحزام والطريق. زيارة الرئيس الصيني تعزز الاستثمارات المتبادلة أو الاستثمارات الصينية الموجودة في المنطقة، وخصوصا في قارة أفريقيا، وهو موضوع النقاش. والجميل في هذا الأمر أن الفلسفة الصينية تقوم على مبدأ التشارك أو تحقيق المنفعة المتبادلة والمتشاركة بين جميع الأطراف. الصين ترى أنها يجب أن تساعد الدول النامية، ومنها الدول الأفريقية والدول المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط، لكي تنهض باقتصادياتها وتحقق استفادة، والصين أيضا تحقق استفادة. حضور الرئيس الصيني منتدى بريكس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في 25 من الشهر الجاري يعد فرصة مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتدعيم بناء مجتمع ذي مصير مشترك أفضل، وستكون هذه المرة 16 على التوالي التي يحضر فيها الرئيس شي اجتماع قادة بريكس. أعتقد أن القمة سوف يكون لها مردود إيجابي أيضا يصب في يعني مبادرة الحزام والطريق، خصوصا وأن دولتين مهمتين موجودين على طريق الحرير، وهي الهند وروسيا. أيضا الفترة المقبلة أعتقد أنها سوف تشهد إقامة الصين عدد من المناطق الاستثمارية في الدول العربية والدول الإفريقية. زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات ستكون هي الأولى من نوعها من جانب رئيس صيني خلال 29 عاما، ومن المقرر أن تناقش عدة موضوعات ذات النفع المشترك والتعاون في عدة مجالات، وستعزز أيضا بناء مبادرة الحزام والطريق في منطقة الخليج، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. زيارة الرئيس الصيني شي جين بين لعدد من الدول الأفريقية والعربية إلى جانب حضوره اجتماعات قمة بريكس تحظى باهتمام كبير من قبل خبراء، حيث يعتبرونها تعطي دفعة قوية نحو مزيد من العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول الأفريقية والعربية. مستجاب عبد الله، سجتين العربية، القاهرة.